أهلا بكم. قالت منظمة الأمم المتحدة إن 7 ملايين يمني يواجهون حاليا خطر المجاعة، وأضافت أن الشعب اليمني بحاجة إلى التزام أطراف الصراع بالحوار السياسي من أجل تجنب التدهور الذي وصل إليه الوضع الإنساني. تأتي هذه الإحصائية بعد نداء عاجل أيضا أطلقته منظمة اليونيسف للمجتمع الدولي لتغطية احتياجات 22 مليون طفل في اليمن ودول أخرى تشهد نزاعات. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الأسباب التي خلقت هذا الواقع الإنساني المتدهور، وكيف تتعامل الحكومة والمنظمات الدولية مع الأسباب التي تحول دون وصول المساعدات لمحتاجيها. جوع وخوف ومرض، ثلاثية أصبحت تلازم الشارع اليمني منذ الساعات الأولى لاشتعال الحرب، وأمام واقع انقلاب مسلح ومواجهات عسكرية وصلت معظم المحافظات وأنتجت مشهدا إنسانيا متدهورا. ما تزال أيضا موجة التقارير الدولية التي تطلقها المنظمات ترتفع كل يوم، محذرة من زيادة نسب المجاعة ومتهكمة من الأسباب التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. نتابع التقرير التالي للزميل محمد عبد المغني، ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. مرة أخرى تصنف اليمن ضمن قائمة الدول الأكثر مجاعة في العالم. لم يكن هذا التصنيف قد غادرها منذ بداية اشتعال الحرب التي ضربت البلاد منذ العام 2014. الأمم المتحدة في إحصائية جديدة أكدت أن 7 ملايين يمني يواجهون المجاعة وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية، أبرزها تعز المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. فيما أكدت الأمم المتحدة أن نحو 19 مليون نسمة، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة. وأمام صعوبة في وصول المساعدات إلى مناطق المعارك وانعدام غذائي ترتفع نسبته بين يوم وآخر، طالبت المنظمة الأممية المجتمع الدولي بجمع أكثر من مليار دولار لمواجهة هذا الارتفاع الحاد بعد أن وصلت اليمن إلى حافة المجاعة. هذه الأرقام لا تعكس حجم المأساة الظاهرة للعيان في اليمن. بهذه العبارة أيضا وصف منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة ستيفن أوبراين الوضع المعيشي الذي وصل إليه السكان في اليمن، وقال في بيان له إن اليمن وقفت على دلائل رهيبة ومروعة على مجاعة تلوح في الأفق، إضافة إلى مآس أخرى أنتجتها الحرب منذ اشتعالها. المسؤول في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية حسان إنجي وصف أيضا الوضع في اليمن بالصعب، وأعطى مثالا بأمهات لم يتمكن حتى من إرضاع أطفالهن بسبب وضعهن النفسي ونقص الغذاء، وتحدث أيضا عن اضطرار البعض للمشي 5 أيام هربا من مناطق المواجهات. تعود المجاعة لتضرب معظم المحافظات اليمنية، جوع وفقر ومرض، وما يزال اليمنيون يقاسون كل يوم تبعات حرب أشعلها الإنقلابيون في جميع الأراضي اليمنية. نبدأ النقاش مع ضيفتنا من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة الصحفية. أهلا بك أستاذة ميساء. أهلا فيك أستاذة ميساء. قراءتك بداية لهذه الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية، وكيف يمكن قراءتها في سياق مسببات هذا التدهور وهذه الحالة المزرية التي وصل إليها الوضع الإنساني؟ هي أصلا اليمن قبل الحرب كانت من أفجر الدول، وكان فيها معدلات سوء التغذية مرتفعة بشدة، وبالأخص في سهل تهامة، والآن الحرب اشتدت في هذه المنطقة اللي هي تهامة. الآن الحرب في حديدة، الميناء الحديدة، هذا يعني إغلاقة خطير جدا، هذا شريان الحياة بالنسبة لسكان اليمن في اليمن الشمالي، وهم عددهم يصل 20 مليون، هذا بيزيد من تهديدات الوضع الإنساني في اليمن. إضافة لأن الناس كثير فقدوا أعمالهم، يعني كثيرين بسبب الحرب توقفت حركة المقاولات، في مصانع كثير أغلقت وأخرى ضربت بالطيران، وهذا غير الميناء، يعني كثير ناس فقدوا أعمالهم، يعني هذا غير الناس اللي قطعت مرتباتهم، غير أصلا في الإعانات الاجتماعية اللي كانت بتقدم للفقراء سهامة توقفت. المنطقة الساحلية في تهامة أصلا لغمت بشكل كامل من قبل الحوثيين، يعني كان نوع من التحسب لأي إنزال بري، وهذا منعهم من الصيد، يعني فقدان الناس لمصادر رزقهم من جهة، إضافة إلى التاريخ المزمن لمشكلة التغذية في اليمن والمجاعة والفقر. لا، لكن هذه الإحصائيات هي ربما تشمل جميع اليمن، يعني تهامة وغيرها من المناطق الأخرى أيضا.
لكن أسوأ الأرقام في تهامة طبعاً، لكنها بالضبط تشمل جميع اليمن، لكن هناك أضعف الفئات الاجتماعية، يعني أضعف الناس هناك، والآن الحرب اشتدت في هذه المنطقة أيضاً. لكن عموماً معركة الحديدة هي معركة مغلقة إنسانياً، يعني لأنها من الحديدة إغلاقة مكلف إنسانياً، لأنه شريان الحياة بالنسبة لليمنيين. 90% من الواردات الأساسية من الأغذية الأساسية مثل القمح والرز بتستورد من برا، يعني فبالتالي لما تغلق هذا الميناء بأي شكل ستدخل هذه البضائع الغذائية الملحة. أستاذة ميساء، هل هناك شبهة معينة عندما يحاول البعض ربط معركة الحديدة بالتدهور الحاصل في الوضع الإنساني؟ هذا هو طبيعي، يعني ما في شبهة، هي طبيعي. يا أما أنه التحالف طالما سيطر على ميناء المخان ويعيد تشغيله ويشتغل كحل بديل لميناء الحديدة، لكن هذا طبيعي. ميناء الحديدة هي اللي بتورد لليمن الشمالي، هل بتم تورد الأغذية من الحدود الجنوبية، من الحدود الشمالية، من الحدود الشرقية؟ لا طبعا. طيب أستاذة ميساء، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة سيشترك معنا في النقاش بعد قليل، هو معنا الآن على الهواء يستمع لحديثك. لدي سؤال ربما عن الأسباب التي تحول دون وصول المساعدات إلى المناطق المحتاجة لها، رؤيتك لهذه الأسباب وما يقال من أسباب أنها تمنع وصول المساعدات؟ هو طبعا في اسباب متعدده لمنع وصول المساعدات غير الاشتباكات البريه او احيانا الحرب. ايضا ايضا الحوثي ايضا بيستولي على بعض هذه المساعدات، هذا صحيح، يعني ميليشيات الحوثي عليها، حتى بعض احيانا ميليشيات داخل فاز بتستولي على المساعدات. المساعدات بيتم الاستيلاء عليها من بعض الاطراف المسلحه، فهذه واحدة من المشاكل أيضا، أنه في نوع من المساعدات، غير أنه لا يوجد شعب يستطيع أن يعيش على مساعدات لمدة سنتين حرب. يعني في النهاية الناس تحتاج إلى درس عجلة الاستصاد أن تعود مجددا، يعني طيب. فبالتالي المساعدات لن تكفي أن الناس يعيشوا عليها، 20 مليون نسمة ما يقدروش يعيشوا على مساعدات فقط. طيب نشرك معنا من الرياض الأستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، أهلا بك سيادة الوزير. إذا واقع إنساني متدهور وحديث دولي ربما عن عدم وصول المساعدات إلى المناطق المحتاجة في اليمن، كيف تتعاملون في الحكومة مع هذا الواقع المتفاقم؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. والمأساة في اليمن أكيد مأساة كبيرة كما قالت الأخت، هناك الآن حسب تقارير الأمم المتحدة 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى غذاء بصورة متعددة، يعني ونحن ندرك هذا الأمر. نحن عدينا برنامج متكامل، لكن المؤسف أن التشخيص أن تتحول مأساة اليمن إلى أرقام دون إجراءات فاعلة على أرض الواقع، هذه مشكلة. أن تتحول اليمن عبارة عن إغاثة وعن أمور معينة تطلقها منظمات الأمم المتحدة دون إجراءات عملية، إحنا مع تشخيص المشكلة وهذا أمر مهم، لكن التشخيص بدون إجراءات فاعلة تحد من هيمنة الميليشيات المسلحة، من التقطع، من النهب، من التعامل الحقيقي حول المأساة الإنسانية، فتظل القضية قضية كلمة حق وردها باطل. أنا أقول ميناء الحديدة اليوم هذه الحملة الإنسانية حولها، وهم يقولون من قبل بأن ميناء الحديدة كانت محاصرة من حيث القانون، من حيث الاتفاقيات، من الأهمية أن تعود كل محافظات الجمهورية تحت السلطة الشرعية، السلطة المنتخبة، ولا تظل تحت ميليشيات مسلحة انقلابية تستخدم ميناء الحديدة لتهريب السلاح ولضرب الموانئ ولضرب قصدي الفرقاطات اللي تحرس الميناء. أنا أستغرب، يعني الإنسانية هذه اللي ظهرت فجأة، ميناء الحديدة أول محافظة ظهرت فيها المجاعة، لماذا ظهرت في الحديدة المجاعة وهي محافظة زراعية إيرادية مواردها عالية تورد أكبر قدر من الزكاة، دخلتها مئات السفن الغذائية؟ الأمر أخي العزيز بحاجة إلى مراجعة. منظمة الأمم المتحدة لا يمكن أن نقبل أن تتحول مأساة شعبنا إلى أرقام تداولها من أجل الحصول على دعم. نحن نؤكد بأن هناك مشكلة حقيقية في الجانب الغذائي، لكنني أقول من حيث القانون يجب أن تعود ميناء الحديدة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبقية المحافظات. هذا أمر
يحدد القانون الدولي طيب والاتفاقيات الدولية. تقول أنه حق يرد به باطل وترفض ختام سيطرة 220 قافلة من الميليشيات المسلحة، لن يصدر حتى بيان واحد. ولذلك نحن في الحكومة في اللجنة العليا للإغاثة نتعامل مع حادث المواطن اليمني بصورة متساوية، ولدينا كنا أول من وصل إلى الحديدة وأول من وصل إلى المخا. أين منظمات الأمم المتحدة بعد تحرير المخا؟ لم نجد لها أي أثر. من ذهب إلى المخا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لهلال الأحمر الإماراتي. فأنا أقول الجانب الغذائي في اليمن كما قالت الأخ ليس فقط سكر ودقيق، يجب أن تكون هناك تنمية متكاملة، تنمية محلية سريعة، وهذا يتطلب أمن وعودة الناس للحوار. نحن نؤكد بأن الحرب تنتج كوارث، لكن لا نريد، والحل هو الحوار الذي قد قلنا اتفقنا وأنجزنا وثيقة حوار وبدأنا بإنجاز مسدة الدستور على العالم أن يعي هذا الأمر. ولا يمكن أن نقبل اليوم بأن تتخذ المأساة طيب كلمة طيب معالي الوزير تقول أنكم ترفضون المتاجرة بمأساة اليمنيين في الحكومة الشرعية وأن نتحول إلى أرقام لدى المنظمات الدولية وترفض أن يحدث تشخيص دون وجود أي إجراءات فاعلة، ماذا عنكم كحكومة شرعية كعن حكومة مسؤولة عن الشعب؟ ما هي الإجراءات الفعلية التي قمتم بها للحد من هذا التدهور؟ يكفينا شرفا أن المجاعة لم تحدث في المحافظات المسيطرة عليها من قبل الحكومة الشرعية. المجاعة اليوم تحدث في الحديدة، تحدث في حقة، تحدث في إب، في المحافظات المسيطر والمتحكم في إيراداتها من قبل المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي المسلحة. هذا مؤشر حقيقي لأن في المحافظات المسيطرة عليها من قبل الشرعية هناك توزيع عادل لما يدار، هناك تنمية تتم اليوم، لكن في المحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيا المسلحة هناك نهب للموارد، هناك تقطع للمواد الإغاثية. أخي العزيز 63 باخرة تم نهبها من الميليشيا المسلحة في ميناء الحديدة وميناء الصليب، 223 قاطرة تم نهبها. هذا هو الأمر الذي يجب أن نعالجه، نحن ندرك مأساة شعبنا. هل فقط مسؤوليتكم كحكومة شرعية؟ أنت تتحدث الآن مع الوزير وتقول أنه أن يحسب لكم كحكومة شرعية مسؤولة أنه لم تحدث مجاعة إلا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. طيب اسمح لي مع الوزير أن تقول أنه نحن مسؤولين عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة. نحن أول من دخل المديرية التحيتة لإغاثتها وليس الميليشيات المسلحة. نحن من ذهب إلى عتمة في محافظة ذمار لإغاثتها ب2000 شلة غذائية من قبل هيئة الإغاثة الكويتية لهلال الأحمر الكويتي. نحن من ذهب إلى صعدة عند الموسيحة كذا الفرصة للذهاب. أنا أؤكد بأننا كحكومة مسؤولين عن كل الشعب اليمني، لكن هذا لا يعني سكوت العالم عن تقطع الميليشيات المسلحة. طيب هذا واضح معالي الوزير، اسمح لي بهذه النقطة. عندما يتحدث المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية الآن عن 7 ملايين يمني مهدد بشبح المجاعة، أنتم تقول أن المجاعة لا وجود لها في المناطق التي هي تحت سيطرة الشرعية، يعني 7 مليون شخص هؤلاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لا أحد يتهدد المجاعة. أنا مؤكد الحديدة داخلها ما يقارب 3 مليون، حقة وإب تكمل هذا العدد. أنا أقول لا توجد حاجة، الحاجة موجودة في كل محافظات الشعب اليمني، لكن المجاعة اليوم تظهر في المحافظات التي تنهب فيها الموارد من قبل ميليشيا المسلحة. المجاعة تظهر في الحديدة، لماذا الحديدة؟ والحديدة فيها أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي، الحديدة فيها أكثر الناس تدفع جمارك وزكاة، الحديدة منطقة زراعية، الحديدة محافظة تجارية، لما ظهرت فيها المجاعة؟ هذا مؤشر حقيقي يا أخي العزيز أن هناك نهب. طيب اسمح لي أعود إلى ضيفتي من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء شجاع الدين، معالي الوزير يقول أن اليمن الآن يتاجر بمأساتهم من قبل منظمات المجتمع الدولي وأن الهدف هو فقط المتاجرة، تعليق لك حول هذه النقطة مبدئيا. كيف المتاجرة؟ ما فهمت، يعني إيش هيتاجروا؟ كيف هيستفيدوا؟ 7 مليون جائع، كيف المتاجرة فيها؟ يعني لما أنت تقوم بإنذار إنه في 7 مليون جائع، يعني فين المتاجرة في المسألة؟ في كارثة بتحصل.
إذا هو لا يشعر بالكارثة ومعتبرها تجارة أنها 7 مليون، هذه مشكلة. يعني هو يقول أن الحكومة الشرعية بذلت الكثير من الجهد، حاولت إدخال مساعدات، نهبت الكثير من القاطرات والمساعدات. الحكومة الشرعية سيطرت على جزء من اليمن وسيطرت على المحا، يفترض أنها حسمت معركة المحا. إذا تقدم بدائل، تطرح بدائل، إيش بدائلهم؟ مين الحديدة؟ هو اللي بيورد الأغذية لليمنيين. 90% من هذه الأغذية الأساسية بيتم استيرادها من الخارج. في 20 مليون بيسكنوا تحت سيطرة الميليشيا. طيب أستاذة ميساء، معالي الوزير يقول أن المجاعة بدأت في الحديدة، وشاهدنا الصور المفجعة والمفزعة في الحديدة قبل أن تبدأ معركة المخا والحديدة. قبل ما أصلاً من زمان، من 20 سنة. أن هذا له علاقة بسياسات إقصائية قديمة من عهد الإمامة. هذا مسألة أخرى مختلفة. إحنا ما بنتكلمش، إحنا بنتكلم الآن على جياع جدد، على مجاعة خطيرة، على وضع إنساني غير عادي. استثنائي. إذا كانت المسألة هي بس إنهم يأمنوا اليمنيين على مناطق سيطرتهم، فأي حكومة شرعية هذه؟ هم الحكومة الشرعية على اليمن. طيب ما هي البدائل أستاذة ميساء؟ هو يقول أن لهم الكثير من المحاولات لإدخال مساعدات للمناطق الأخرى، لكن هناك نهب لهذه المساعدات. ما هي البدائل من وجهة نظرك حتى تصل هذه المساعدات؟ إذا حتى في نهب، أنت ممكن تتعامل مع منظمات دولية موجودة على الأرض، موجودة على الأرض، هو أكيد حيحصل نهب. يعني لو نهبت بنسبة 20% في 80% حيوصل، لو نهبت 50% في 50% حتوصل. على ما هو أكيد أنت بتتعامل في الأخير كيف تعمل؟ يعني حتسيب الناس يموتوا جوع لحد ما الحوثي يروح؟ مش حتقدر تسيب الناس من الجوع، هذا مش الهدف. الهدف هو تجويع الناس، إن هذا حيضغط على الحوثي مثلا، هذا لن يضغط على الحوثي. ايش عدي إلى هزيمة؟ طيب أنقل هذه النقطة لمعالي الوزير، معالي الوزير مع الوزير، هذه البدائل التي طرحتها الأستاذة ميساء شجاع الدين، لماذا لا يتم التعامل بها، تسليم المساعدات للمنظمات الدولية وبالتالي هي تتحمل المسؤولية لإيصالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ المنظمات، أولا أنا أحب أن أؤكد، ميناء الحديدة من حيث القانون يجب أن تخضع للشرعية الدولية، هذا أمر للشرعية، للحكومة الشرعية، هذا أمر لا جدال حوله. الثاني، البديل ميناء عدن، ميناء عدن ميناء دولي، ميناء المخا، ميناء المكلا، ليأتوا الناس إلى هذه المحافظات ونحن على استعداد كامل لإيصالها إلى صعدة، ما عندنا مشكلة. لكن أن تظل ميناء الحديدة منطقة عسكرية تنهب، تغرق في الملاحة الدولية. أخي العزيز، الآن 12% من التجارة الدولية مهددة من قبل ميليشيات المسلحة بسبب السيطرة على ميناء الحديدة. هذا إلى جانب، أنا أؤكد بأننا على استعداد كامل. أن يا أخي، محافظة تعز محاصرة لها 3 أو 8 أشهر، أين هذه الإنسانية التي تقول عليها الأخت الآن؟ أنا أقول لسنا مع مجاعة الشعب اليمني، لكن لا يمكن أن تظل ميناء الحديدة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. لدينا بدائل عدة، ميناء عدن، ميناء دولي أفضل من ميناء الحديدة. اسمح لي في نقطة تعز سيادة الوزير، في نقطة تعز هناك منافذ الآن تسمح بدخول المساعدات وهي تحت سيطرة الشرعية، ما الذي يمنع دخول المساعدات من هذه المنافذ؟ لماذا الحصار مستمر على تعز؟ اللي هي من خلال عدن يتم إيصال كل يوم مواد، من فين الآن يغاثوا أبناء تعز؟ من أين يغاثوا؟ لكن منظمات الأمم المتحدة ترفض إيصال الإغاثة إلى ميناء عدن، لماذا؟ مش هي ميناء تحت الجمهورية اليمنية ولا لا؟ لماذا لا تذهب القوافل إلى ميناء عدن ونحن على استعداد لإيصالها بصورة عادلة؟ الأمم المتحدة في العزيز الآن هل أصدر برنامج الغذاء العالمي بيان يؤكد من الجهة التي تتقطع المواد الغاثية، من الجهة التي تنهب القوافل التي ذهبت إلى المحويت وإلى حقة؟ نعتبر هذا تصريح رسمي منك معالي الوزير، هل هناك رفض رسمي من الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى ميناء عدن؟ مؤكد لم تأتي. برنامج الغذاء العالمي لحد الآن المديرة التنفيذية قبل أسبوع صرحت أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي، قال ستأتي القوافل إلى عدن. شكرا لك معالي الوزير عبد الرقيب فاتح، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، شكرا لك. أعود لضيفتي من القاهرة قبل أن ينضم إلينا ضيف من تعز أيضا، أستاذة ميساء شجاع الدين، سمعت لحديث الوزير وربما يقول عن تعاون وتعاطي المنظمات الدولية معهم لإيصال المساعدات، يقول هناك ربما حالة رفض، ربما حتى في إرسال مساعدات إلى ميناء عدن، ويؤكد على نقطة المتاجرة. بالنسبة لك كيف تنظري لتعاطي وتعامل المنظمات الدولية مع الملف الإنساني في اليمن؟ أنا لا أرى أنها كلها، يعني لا توجد مؤامرة كونية على الحكومة الشرعية، لا داعي لهذا التصوير الكبير. يعني
هناك ممكن انه في اجراءات بيروقراطيه في بعض الانحياز التحيزات السياسيه لدى بعض، لكن لا تزال الحكومه اذا لديها مشكله مع منظمه تمتلك القدره على كشفها، كشف اوراق، كشف وثائق، قدم لنا شيء. يعني في الاخير هذه اتهامات لحد الان كلها تجازية، لا توجد شيء. يعني مثلا المنظمات تكلمت، المنظمات الامم المتحده تكلمت على حساب تعز، من قال انها لم تتكلم؟ تحدثت عن حساب تعز واتهمت الحوثيين فيه وبشكل مباشر الحوثيين، فبالتالي لكن ليس بيدهم شيء في النهايه. ايضا اليونيسف تقدم مساعدات، وانا كنت تكلمت اكثر من مره مع المتحدث الاعلامي باسم اليونيسف كان محمد الاسعدي، كان قال لي اكثر من مره انه فعلا بيستطيعوا توصيل ايصال بعض المساعدات، وبعضها بتثبت فعلا بيد الميليشيات ولا تصل الى الناس، لكن بعضها تصل. ففي النهايه هذه المؤامره الكونيه مش موجوده بشكل كامل، هذا لها علاقه بضعف فاعليه الحكومه وبضعف قد لا تكون هناك مؤامره كونيه، لكن هناك حاله عجز لدى المنظمات الدوليه، هي لا تستطيع على ادخال وفد يمثلها الى بعض المحافظات. حاله حرب بالتأكيد، حالة عجز فيها، أنت تتكلم عن حالة حرب، هو لا تتوقع وصول جميع المساعدات، يعني بالتأكيد لن تصل جميع المساعدات للفئات المستهدفة. أنت لما تتكلم على مساعدات تتكلم في الأخير على إيصال حتى ولو جزء منها، وهذا على الأقل بيخفف ضرر جزء من الناس ليس جميعهم، لكن على الأقل تخفيف ضرر حتى 20 شخص أفضل من أنك تركهم يموتوا. ففي الأخير هناك حلول، أنا أتوقع أن هناك حلول. أنا لا أقول أنه العملية العسكرية تقف في الحديدة، أتفهم أنه في أهمية للجهاز العسكري هذا بالنسبة للتحالف، وهذه في الأخير حرب ولها استراتيجيتها ولها خططها، وكل واحد لها إرادة التي بيحاول فرضها. سؤال أخير أستاذة ميساء، في أي حال ربما نشهد ونلمس حلول واقعية؟ أثناء الحرب لا توجد حلول نهائية، يعني حلول جذرية، لا يمكن أن توجد حلول جذرية لهذه المشكلة. بعد الحرب ممكن نتكلم على حلول اقتصادية لتحريك عجلة الاقتصاد، هذا هو الحل الجذري عملياً. لكن حتى الآن احنا بنتكلم على مساعدات، على تخفيف معاناة الناس، تخفيفها وليس إنهائها. طيب. فبالتالي بالإمكان من الحكومة الشرعية أنها تتحرك من خلال المناطق المحررة إلى المناطق الشمالية التي تحت السيطرة، ممكن من خلال ميناء المخا يبدأ تشغيله كبديل لميناء الحديدة. في النهاية احنا محتاجين، لأنه الميناء الحديدة إغلاق لفترة طويلة شيء لا يحتمل بالنسبة لسكان الشطر الشمالي من اليمن. طيب المشكلة الآن ربما تنظر إليها أنت في ميناء الحديدة، هل هناك مشاكل أخرى ربما تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها؟ أكيد في مشاكل كثيرة، يعني أنت بتتكلم على حرب، في اشتباكات برية، في ميليشيات بتنهب، في أشياء كثيرة، يعني أكيد المشاكل متعددة. لكن هي طبعا أكبر مشكلة هي أن الحرب مستمرة وأن الناس حالهم واقف، ان لا يوجد عجله عمل، لا توجد عجله انتاج، لا يوجد بالتالي مرتبات، لا توجد. فبالتالي هي هذه المشكله الاكبر التي اوصلت الناس الى حافه العوز. في ناس كانوا مسكورين او كان اوضاعهم الماديه متوسطه، الان هم صاروا في حاله جوع. هذول طبقه واسعه من اليمنيين، شريحه واسعه جدا من اليمنيين، وهي شريحه صعب عليها اللي بتمر. طيب كيف يمكن حديث أو توصيف ما يحصل من نهب للمساعدات عندما نتحدث عن سلطة ربما هي المفروض بها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه من هم تحت سيطرتها؟ أكيد الحوثيين هم سلطة دائما يعني عندها تخفف من المسؤولية الاجتماعية، من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، هذا واضح من أول شيء، يعني ولا يوجد حل لهذه المشكلة. يعني الآن الحوثيين هم مسيطرين عسكريا، لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هي هذه المشكلة، هذه مشكلة النخبة السياسية اليمنية. لكن أنك تحاول تعطيهم الشعور الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع هذا غير وارد، هذا هو طبيعة تركيبة الجماعة، وهذه طبيعة عقليتها، وهذا هو سلوكها منذ أول ما سيطرت وتحكمت بالمجتمع. أستاذة ميساء شجاع الدين من القاهرة، شكرا جزيلا لك، الكاتبة الصحفية. وينضم إلينا من تعز عبد الكريم شمسان، رئيس ائتلاف تعز للإغاثة. أهلا بك أستاذ عبد الكريم، بصفتكم أحد العاملين في المؤسسات الإغاثية، كيف تنظرون لتصنيف اليمن ضمن مثلث الموت إلى جانب الصومال وجنوب السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة بلقيس على ما تقوم فيه بالنسبة لليمن بشكل عام ولتعز بشكل خاص. طبعا هذه النظرة من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الرأي العالمي بتصنيف اليمن إلى جانب الصومال وغيرها من يعني الدول المتضررة،
هذه نظرة واقعية حقيقة. نحن في اليمن اليوم نزداد سوءا، يعني منذ 4 إلى 6 أشهر الانقطاع المرتبات، قلة الإغاثة، استمرار الحرب. حقيقة هذه التقارير نابعة من الواقع، والواقع يؤيد ذلك حقيقة. طيب بالنسبة لهذه التقارير الدولية، ما الذي يخص تعز؟ يخص تعز حقيقة، تعز بالذات لأنها تعد من أولى المحافظات من حيث عدد النازحين وعدد القتلى والجرحى، وكذلك عندما نتكلم عن الملاريا أيضا تعز هي الأولى، وعن حمى الضنك أيضا هي تعز هي الأولى، انقطاع الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والنظافة أيضا تعز هي الأولى، وهي ربما أخذت نصيب الأسد مثل ما يقولون من قضية الحرب. الحرب دارت فيها بحوالي 15 مديرية، لدرجة أن الناس كانوا ينجحون من مديرية إلى أخرى، يعني ربما الأسبوع هذا في مديرية والأسبوع الآخر يأخذ الرجل عائلته ويذهب إلى مديرية أخرى. تضررت تضرر كبير، وما زاد الطين بلة كما يقولون بالذات. لكن يفترض الآن أن يكون هناك تحسن نسبي في الوضع الإنساني بعد سيطرة الشرعية على بعض المنافذ. حقيقة بعد كسر الحصار الجزئي من الجهة الغربية لمحافظة تعز دخلت الإغاثة، ولكنه كأنه قدر سبحان الله، بمجرد أن انكسر هذا الحصار الجزئي قلت الإغاثة ولم تأتي. كنا نتمنى أن المنظمات الدولية تأتي بالإغاثة من محافظة عدن لأنه ممر آمن، لكن يا أخي كلما وزادت مثلا أو وصلت إغاثة كلما زادت الهوة واحتياج الناس. مثلا كانت في إغاثة لكن الناس يستلموا مرتبات، اليوم قد تأتي إغاثة الناس لا يستلموا مرتبات. صنفت الفئات إلى ألف وباء وقام وجين من حيث الاحتياج إلى الإغاثة، اليوم إلى ماذا نصنفها؟ ربما حتى النظام الدولي صنف تعز وعلى أساس أنها من المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وأكبر تعداد سكان تعز فوق 1,200,000 صنفهم. طيب بالنسبة للوضع الإنساني في تعز معروف كمقياس عالمي لدى المنظمات الدولية عندما تقيس موضوع المجاعة، أن هناك 5 مقاييس ربما لقياس مدى خطورة ووصول إلى مرحلة المجاعة، تصنيف تعز في أي مرحلة من هذه المراحل الخمس؟ تعز شوف صنفت على أساس أن سكانها حوالي فوق 3,200,000، صنفوا ما يعادل 5% من المرحلة الأولى، وما يعادل 20% من المرحلة الثانية، وما يعادل 40% من المرحلة الثالثة، وما يعادل من هذا التعداد 35% في المرحلة الرابعة. بمعنى المرحلة الرابعة والثالثة هم 75% هؤلاء يقتربون من المجاعة، لكن كما قلت لك وكأن المجتمع صار يا أخي يعتمد على المنظمات الدولية ابتداء من الحصول على لقمة العيش وشربة الماء وانتهاء بالمرتبات. طيب إذا كان هناك تقصير من المنظمات الدولية فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لتعز، ماذا عن المنظمات الإنسانية التابعة للتحالف العربي؟ ماذا عن دورها ومساهمتها في الحد من التدهور فيما يخص تعز؟ يعني هذه المنظمات إلى حد ما تقوم بدورها، مثلا نرى الهلال الأحمر القطري وكذلك قطر الخيرية وسبل الخيرية وكذلك مركز الملك سلمان، حقيقة هم يقوموا بدور يعني يشكروا عليه. لكن كنا نتمنى أيضا من بقية المنظمات في بعض في المنظمات الدولية العملاقة أن تقوم بدورها أيضا، وربما لتسد لو حصل نوع من التنسيق والتجاوب مع جميع المنظمات سواء في التحالف وفي غير التحالف، ربما تسد رمق هؤلاء الناس الجوعاء. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف تعز للإغاثة، وأيضا الشكر موصول لضيفي في هذه الحلقة معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقي فتح، وأيضا الأستاذة ميساء شجاع الدين كانت معنا من القاهرة. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد عبد المولى، كونوا بخير.